خلينا بقى نروح نشوف او نعرف اكتر عن تحدي الخير، ومعانا فيديو لسعد سمير، تعالوا نشوف عمل فيه ايه. يلا بينا. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. احنا طبعا كلنا عارفين الظرف اللي احنا بنمر بيه، فاحنا بنناشد كل اهالينا وكل الناس اللي موجوده ان احنا نلتزم بالتعليمات اللي بتقولها وزاره الصحه وبالتعليمات اللي بيقولها المسؤولين، بحيث ان احنا نفضل موجودين في البيت ونفضل ان احنا نلتزم الاجراءات الوقائيه علشان خاطر نعدي من الظرف ده على خير ان شاء الله باذن الله، وبدون ما اي حد فينا يتعرض لاذى ويتعرض لاي مكروه. ربنا يحافظ علينا كلنا ان شاء الله باذن الله. النقطه الثانيه، احنا عارفين كلنا ان في اسر هتضطر ان هي تقعد في البيت او تضطر ان هي ما تشتغلش علشان خاطر الظرف اللي موجود، فاحنا ان شاء الله اتفقنا وكلنا عملنا تحدي في الخير، نتحدى بعض في الخير. في اسر كتير محتاجه الفتره اللي جايه، وفي اسر اتضررت من السيول اللي حصلت الفتره اللي فاتت، فهنشوف مين فينا يقدر يتكفل باكبر قدر من او اكبر عدد من الاسر اللي هي محتاجه الفتره اللي جايه. فان شاء الله باذن الله هنبتدي ب 20 اسره، وانا بتحدى وليد سليمان وشريف اكرامي، محمود ترزيجيه، كريم نيدفيد، محمود علاء، وطارق حامد، في اكتر عدد من الاسر اللي احنا نقدر ان شاء الله باذن الله نكون ملتزمين بيهم الشهر الجاي او الشهرين الجايين على حسب قدره كل واحد. فهنبتدي ب 20 اسره ان شاء الله باذن الله، والتعاون مع جمعيه رساله بحيث ان احنا نقدر نساعد ولو بحاجه بسيطه ان شاء الله باذن الله. فانا مستني زمايلي ان شاء الله باذن الله يردوا التحدي.